سلام دكتور، لاباس بخير. بغيت نسولك على واحد المريض كان عندكم في العياده العام اللي فات، سميتو انس غوزمان. الحاله ديالو تدهورات وما كرهناش تعطينا شي تشخيص للحاله ديالو الا كان ممكن. انس، بلاتي بلاتي نشوف الدوسي ديالو. كنت حاطه غير هنايا. صافي لقيتو. بدات الحل مع عند الولد، كان صغير سميتو غوزمان، حلم يولي ستار مي ما كانش كيربي مزيان. ماشي لافير اللي سخفانا انس لي عيان، كان كيقول غير اللي جات وتسنى هاد زيان. في البداية حياته كان موال في عيش تشان مور، كبر عواني كل مرة حياته غادا في تدهور. في الدار اكتشف الراب، نهار بدات تكتب ختو، قال كيفاش ختي كتربي وانا رطب منافتشو. هاد الشي خلاه في صراع، دار عندو ازمات، ماشي سيفا درابور ما بانو تا علامات. بدا كيطلع على الزنقة غير مش ترجم ديال الدار، جلوطة عطاه اي كي اي وقال له ترجلي يا الحمار. بدا كيتعلم كيف يدير، تلقى كلاس وشهرو، خشاه معاه في رابط دي سي كبر شويه غدرو. بغي يدير طاطو باش يبان ولد الوقت في لوكا، تفرج في هاري بوتر تما دار في الحموم موكا. لاح جوج تراكات لقى الدراري بارطاجاوه، قالوا هذا ولد المدينه حشومه علينا نساوه. كان عنده عقم في التفكير، ما كاينش افكار جديده، دخلوا ماكراش يلبس سترينغ ويتعلق في حديده. اول مره طاح في شي دريه ناض قصد العدول، حيت محروم كيخدم زبو غير باش يبول. ما دارش عقلو دخل صداع تا المدام ولات في القول، خرجات بالتصريح غير حشمات تقول انس مدلول. ما عيطوش عليه في البولفار، دافع كونديدا، دراري قرانو طالعين انفيتي كيتفرج حميدة. كون غداها كون قلنا انس ضرب بريكول، مي طالع هابط خاسر نفسو باردة فريكو. جبد صداع مع السبيكات سلخوه، اكبر انجاز كلاش امورو في التالي خطفوه. دارو بيه لايف شدو زكريا من دوك الصغيبات، ما حسش براسو راجل، حس واحد من الفريخات. من تما مشات الكاريير هاد سنة الحليب، احسن خطة يقدموه باج ويضرب في الديب. حيتاش عارفو غيجاوب، غيطلعلو الارقام، عارفو ما غيديرش عين ميكا اللي جبدو راه لقاه. الديب عندو فلو بارول تا حاجه ما ناقصه، هذا ما عندوش الراب وبغي يطلقها على البواج. دايبوس يدين داك العراب وما يديرش معاه الفالطه، رهيبه من عند الله وغنعطيه نصيحه ثابته. اول حاجه الديب في الراب لعب دورو، ثاني حاجه خاصو جوج كراسه باش يولي في طولو، ثالث حاجه ما غيدوش وما غيشوفش كورو، رابع حاجه والاهم يحاول ما يجلسش فوقو. صافي الا دار هادشي غادي يكون بخير. وكاينه واحد الحاجه ما قلتهاش اللي هي الموسيقى، خاصو ضروري بعد من الموسيقى، ضروري بعد من الموسيقى غادي يرتاح وغادي يولي بخير. والله يجيب الشيفة. امينه دكتور، شكرا بزاف. غادي نحاولوا مع ما امكن يبعد على الموسيقى، ممكن نسدوا عليه كاع في الدار. المهم شكرا بزاف دكتور.